بعد غياب كبير دام مدة 4 أسابيع، يعود إلينا الفنان الغني عن كل تعريف، المغني الكبير، الشاعر القدير، رابح من فرقة ميمباسين. المدعو الميكرو بريزيسكان، مرحبا بكم وما لبناش بكم. لازم نفهم بوتفليقة اللي فوق الماتريال يخدم صندوق العجب ماشي ديالهم، ولا شاف فيه العجب غير اللي ما يعجبش اللي بجالهم. الشعب ماهوش يخلص باش يشوف راسهم، واش دخلنا باب برا الطيارة ولا بدارهم، راح للهند ولا عند فرنسا بكالهم مالهم. تبتلهم الناس كانت تموت وما يتكلموا غير كي تنفح لهم، وكي كتروح بويت الفهن حساب ربح حاب تنجح لازم تجوز نسك الليل. في الليل بابيكم الناس تسمع العرق يسيل، وزيد ما عنديش بلاصتي بين طاب الغيسيل. لي بوبي باربي الخيوط بالارض ولا بيسيل، بلا مزيدكم اذا جبتها في الطوب سيكونت. راه عند لندن تعطيلك لي كونت، جوج الكليب ما كان لا تحسب لي لي فونت. حب السونسور نعمر لك لاكري، يستعفاو الناس ولي زي ماش بوري. رجعوا الكوفر للشعب عندنا تلفاز واحد رجعته كوري. شري فاروق قنواري بلا صوت مغموم وتوري، واللغه هذه اللي ما تشبه الوالو. هضروا الغاشي في اللونغاج ديالو، اش اش يسرح الناس تخدم. سور كاين عباد تم تخمم اكواسا سات، بعد لي جان فرنسا تعلم. هبط من داك البيرو من مالي نختار ما يشوفوش كانال زيرو. ما كوالف بارابولا دي درتو دزاير، دخول لاعبين الى الملعب لاحظوا هنا اللاعب رقم 007، لاعب ربح، لاعب قوي، هذا لاعب هجومي، عنده حركات فردية رائعة، يعني عنده قدفة من قدفات مسمومة شغل كومن. أخ عبد الحفيظ، أخ وعدية، لكن يعني عنده لعب فردي نوعا ما. بلا جرانن سورتو لما يسمعوش من باوي غنو كين قانن. ما تعمروش بيا لي باش في الجورنال، تكلم على الكلام ماشي جوا تاع فوتبال. الكترو شوك بورتاب سورس دانفورماسيون، بلا سونسور كي ندوز في الراديو. سورتو سميني اجونس دو بريس اوديو اون لايف، ما تطريق خوم عاولا تحمدي سانكرو. عندي لي كبرية ما نطمع فيك ما تطمع فيا، تجوزني ولا تريح ما تذبحليش المزية. لا اشتكي ما معطوب محروق بارتو اسمي مكتوب، ديجا منو طلع غير ديراك متشتل مقطع عندهم. مدراعي اللي توجع واحد ما يحكمني، ماشي تاكل على الموسيقى توكلني. الكترون ليبر ميكرو جروب ليبر، واللي غلط نديرو فلاسيبر كيما تقولوا عندكم. حرية التعبير غنية ما صافيك من كلمات غير قابلة للتغيير. نترككم مع سيدة رزقي وكيفياتها الاقتصادية العائلية المشهورة. هكذا سيدتي، إذا ما عندكش اللوز شري الكاوكاو، وإذا ما عندكش الكاوكاو شري نواد كوكو. وعلى كل حال متوفر 500 دينار جزائري لكيلو اللوز، وشهية طيبة طبعا، شهية طيبة. بلا ما نوجد الدرور ونمشي مع ستيلو، بلا ما ندير الطباج وعليا نكتر هراج. بلا بيكون دير الدير بلا بولفار دي مارتير، بلا مزيدكم كي تجنا ماشي ملكم ديالنا حقنا. مصغرنا دوك لي بسي حمراوي هداك وسط حنا، تقسي اللي غير سوك الدم ياك منا وإلينا. شوف برك الاخبارات ولينا اللور 30 سنة، ولا بالك في 70 حبسنا. جينيراسيون كوفرو في الراب بلاد مصغير، حنا اللي كهمتونا بلدي مصر واليوم حساب عسير. خلي الموسيقى تتكلم بلا مغني الشهير والفنان القدير. بلا بروسة تعمر بير، بلا صحبة بلاد مصغير، بعت لك قصيدة وانت شوف وش تدير. وإذا تشاور الصحاح نقول لك إيبيتي خير. كالعادة حرارة مرتفعة في إنا ميناس وكافة التراب الوطني، إلا في مرتفعات العاصمة أين المكيفات متوفرة ونادي الصنوبر أين السباحة مسموحة. نلاحظ اقتراب إعصار لغوي ناتج عن ضغط كبير، ستهب رياح سرعتها 26 عقدة. طلوع الشمس لا نعرف بعد وغروبها منذ زمن طويل. جابوك للتلفزيون خصي يقولوا لك سيدي ما كان له لاسونسور. جابوك للتلفزيون خصي يقولوا لك سيدي ما كان له لاسونسور. من فعل هذا بالتلفاز الجزائرية؟ إنه رابح، رابح الدون كيشوت، رابح الشلال. نعم. إذا كانت الضربة القاضية. لا، الضربة القاضية للحلقة القادمة. كحتى كاميكاز جوزو عزنقة تنسلكو بلا بوديغارد. قراطي الورق وقاردي ربي سبحانه في القلب، حبيت دوموندي حاجات
والذادور للشرب الحلو الوحيد تاعنا لاطاك خير كولا كاباك فهاد الوقت لازم تكون عندك عين في ظهرك كل واحد وحده في هاد الحرب ما كانش وين تهرب كاين عباد حسبوا روحهم شواكر في الراب وحد اخرين داروا لنا مطارك في الرود كنا صحاب زعما قراب كي قراسي اللعب دي ماراو واش بحت معانا لحقنا اللقاء ديالك بالك نسانا قلنا لك عندنا دواك لا راك ناوي تحارب كيما قال واحد نديرو كاع واش يلزم وكي الحق الوقت قدام ربي كل واحد يتحاسب نميرو 19 من 1 ل 9 كاين كلاش ومن بلا راش باش تديري حقي كاين ماتش في الطايب للدواس 24 اش لا غالب ما قول ما رحناش في الفوط واش يقول ضحكه وكل ما يخلص الشوط من الكومه الكرسي وان شوط الحق معروف.